احنا المشكل تاعنا اللي راهنا في حي شميريك، احنا طريق راهي خاسره، وراهم يجوا المرضى باش يفوتوا هنا. الطريق مبلع سيرتو خاصه من طحنو، من طحنو هنا ما كاش ما عندكش ميتفوت كاع. كاين هاد الجهه اللي من هيه، الجهه هذه اللي منا راهي معمره كاع غرسه. والمشكل الثاني تاع الوانب، الاناره هنا راهي منعدمه، ما كاش اناره. طلع للجامعه شيخ، والله ما ندخلوا بالغرسة، اللي مبارك الرحمه شويه هذا بالريح، روح لها نهار والله ما تدخل الجامع. انا ما قلت انا مكرعيه والله ما نطيها كاع، ها المصلين يقولوا لك عليا. والله لا راح نرمي للجامع هنا باش نجوا نصلوا في الجامع. بقات هذه هاي ولا الجهه من هاي الجلوده، والجهه هذيك اللي مليه، والجهه هذيك اللي مليه، انا خلصوا فيها. طيب يخدموا لهذا الطريق هذا، شوف عينك، شوف عينك. ها هي الغرسة، راه الماء، راه كاع الصوالع كاينين. رانا مغبنا في الطريق هذه. راك تشوف الحفر، وهنا عند المدرسة، بجانب المدرسة هنا راك تشوف الحفر تاع الماء. كون دور الكاميرا شوف الحفر تاع الماء، والدنيا اللي بالوطن كاع مغبونة. حاول الطريق هنا الدراري نهار تبون كون تعجي القدرة تاع نضروك ما عندك مين تفوت. يغلق بوط ويغلق بوط الظلمة في الليل والكليراج، والمهم شوفي حالتنا وسقمونا الطريق. المساحة راه ماهيش بزاف هنايا، راه يقلي إذا كان واحد ثلاثة طرق ولا أربعة يسقموهم منا، وبارك الله فيك.